يوبيل ذهبي لحرب الشرف، حرب الكرامة، الانتصار، العزة المصرية، الهزيمة الإسرائيلية، التأثير النفسي الواضح، الملحمة التاريخية العسكرية اللي ما زالت لحد النهاردة بنتكلم فيها وبنتكلم في أركانها، وإزاي الجندي المصري قدر يحقق انتصار أكتوبر المجيد. بس كمان ما كانش لوحده، لكن كان وراء الشعب المصري كله اللي التف حوالين قيادته وقدر إن هو يحقق النصر ده. يمكن يا هبة زي ما انت قلتي بنتكلم على ازاي قدر الجيش المصري العظيم اللي هو يقهر أسطورة الجيش الذي لا يقهر أبدا، وأثبت للعالم أجمع أن هذه مجرد شعارات، وأن عقيدة المقاتل المصري الفدائي يعني دائما ما تثبت وتكون قد أي تحدي بيتحط قدامه. إزاي قدر المصريين يحولوا الهزيمة في 67 لانتصار في 73 لتطهير تراب وطننا الغالي من العدو. نصر أكتوبر المجيد هيفضل دايما في ذاكرة كل المصريين من خلال بطولات. البطولات دي النهاردة بنتكلم فيها بكل عزة وكل شرف، وبتتوارث من أجيال الأجيال. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الملحمة من خلال ضيفنا الكريم سيادة اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا، كل سنة وانتم طيبين وحضرتك طيب وبألف خير، ومصر دايما بخير يا رب. مصر وشعبها وترابها بألف خير. يعني لما نكون موجودين أمام خبير ويعني احد ابناء المقاتل من المصري ومقاتل من مقاتلي حرب اكتوبر تحديدا، بنبقى جايين مش عاوزين نسال، بنبقى عاوزين ننصت ونسمع كي نتخذ دروس وعبر. عاوزين نعرف من حضرتك ازاي قدر الجيش المصري يحول الهزيمه في 67 لانتصار 73. هو تسمحني في البدايه الحقيقه لما نتذكر اكتوبر أنا بأطلق عليها ملحمة أكتوبر. نعم. لأن ملحمة أكتوبر الحقيقة ملحمة عظيمة، إضافة لتاريخ مصر العظيم اللي بيفتخر بالكثير من الملاحم اللي اضافت له هذه الملحمة أخيرا في عام 73. الملحمة دي لما بتذكرها الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت كده قلت طب إحنا في 5 يونيو 67 حصلت النكسة ونجح الجانب المعادي انه يستولي على سيناء في 6 ايام. صحيح. ماذا كان الموقف في ذلك الوقت عشان نعرف بقى قيمة التحول اللي تم ده وعظمة المصريين في ان مهما كانت الظروف صعبة والتحديات نقول كانت كبيرة جدا. بمعنى الله بعد 5 يونيو 67 ايه اللي حصل يعني؟ الارض اتخذت، الجيش قسمنا معظم تصليح الجيش، الموقف الاقتصادي، قناة السويس اتقفلت والسياحة توقفت، الحلول السياسية لا تتم، الجانب الاجتماعي الناس كانت مشحونة ان احنا هنحقق ونحقق وحصل، وجدوا ظروف معاكسة تماما. الله، طب مع كل هذه الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية واللي اعدائنا قالوا ايه؟ ان مصر اصبحت جثة هامدة صحيح. ولن تقوم لها قائمة قبل 20 سنة، لا الجيش ولا الشعب ولا الدولة. يعني ايه اللي حصل؟ طب ازاي بقى تحولنا من هذا الموقف الصعب الى ان في خلال 6 سنين حققت الاعجاز، انا بسميها الاعجاز، النصر اللي كان بيسمى بان هو مستحيل الحقيقة. دي كانت يعني الصورة كيف تحول اللي بتصدر، عشان كده احنا بسميها بقول ايه، ملحمة تحويل المستحيل إلى الممكن. أيوة. الملحمة التي قهرت الجيش الذي كان يدعي أنه لا يقهر. صحيح. الملحمة التي قامت بأعظم عملية نقول الاقتحام، مانع أصعب مانع مائي في التاريخ العسكري. هي سيادة اللواء عظمة حرب أكتوبر أنا بعتبرها كده زي الأسرار بتاعت قدماء المصريين في آثارهم. يعني إحنا كل سنة بنتكلم في نفس التوقيت عن حرب أكتوبر، وكل سنة بنسمع فيها جديد، وبنسمع فيها إزاي قدرنا إن إحنا نحقق النجاح العسكري ده، وإزاي كان في نوع من التعاون بين الجيش والشعب اللي هو أصلاً جزء منه. ما فبالتالي الأسرار بتتكشف كل سنة. مع احترامي،
لما حصلت نكسة 67 والرئيس عبد الناصر يوم 9 يونيو أراد أن يتنحى، ماذا قال له شعب مصر؟ خرجت جماعة الشعب المصري ورفضت التنحى. ده أنت تقعد وتستمر، ولازم الأرض اللي اتخذت ترجع، ولازم الكرامة المصرية نستعيدها مرة أخرى. إذا مين اللي حدد الهدف الاستراتيجي ده؟ الشعب. الشعب خلاص. وبالتالي الملحمة دي تتضمن جزئين، جزء مرتبط يا هبة بتحرير الأرض، وجزء آخر مرتبط باستعادة شرف العسكرية المصرية. الاثنين خلاص. طب تحرير الأرض، احنا عشان نحرر سينا مرة أخرى اللي سلبت مننا في غفوة كده في ستة أيام، قعدنا كم سنة؟ قعدنا كم سنة؟ 22 سنة. الرسالة دي يجب أن تصل لينا كلنا وللأجيال، إن احنا من جيل لجيل لجيل. شوفوا في تاريخ مصر كله ما فيش حد فرط في شبر من أرض مصر. ما هي دي العقيدة بقى يا فندم، دي العقيدة المصرية. ما فيش حد بيفرط في شبر. قعدنا 22 سنة إلى أن استعدنا طابة في مارس 89، يعني من يونيو 67 لغاية مارس 89 بنناضل في صراع عسكري وصراع سياسي تفاوضي وصراع تفاوضي تحكيمي عشان لا نترك شبر من أرض مصر. إذن دي كانت ملحمة فيها مين بقى شارك فيها مين؟ زي ما بيقولنا كده القيادة والجيش والشعب خلاص. الملحمة دي أهم مرحلة فيها بقى اللي حضرتك بتتكلمي عليها، اللي هي الست سنوات الأولى اللي كان فيها الصراع العسكري. طب إزاي بقى احنا مع الظروف الصعبة دي تم إعادة بناء الجيش المصري في 3-4 سنين؟ شيء لا يصدقه أي طرف من الأطراف الأخرى خلاص. وإزاي وإحنا بنعيد بناء الجيش وتطويع الإمكانيات وإزاي كمان بقى اللي كانت موجودة، بنعيد بناء الجيش المصري ده، بنقول لا، ده احنا بنوصل رسالة للطرف الآخر، بنقول لهم طول ما أنتوا قاعدين على أرضنا لازم تدفعوا الإيه؟ التمن. تمن خلاص. صحيح. فكان في ما أطلقنا عليه حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف اللي استمرت قد إيه يا هبة؟ 1000 يوم. 1000 يوم منهم 500 يوم قتال فعلي تم فيها. يعني احنا انا بعتبر نفسنا في عدد من البطولات مقصرين في حق انفسنا. انت عارفه حضرتك في ال 1000 يوم او في ال 500 يوم القتال الفعلي دول تم كم تنفيذ كم عمليه؟ اكثر من 4000 عمليه عسكريه. كان كل يوم كده في ال 500 يوم اوامر كده ان يتم تنفيذ من 8 الى 10 عمليه يقوم بيها بقى جزء من الجيش ده وجزء من الجيش ده والقوات الخاصه والافرع الرئيسيه والقوات الجويه والبحريه، بحيث وده اللي خلق نوع من القلق للعدو. يعني دخلهم انت مش قاعد في سلام، ده مش في سلام بس، ده خلاهم هم لما بتضغط انت عليهم بيروحوا لمين؟ بيروحوا لامريكا على طول. هم اللي طلبوا من امريكا ايقاف النيران اللي كان فيها مبادره روجرز في اغسطس سنه 70. يعني فتره الاستنزاف دي تلقنوا فيها درس كبير قوي. يعني قعدنا بناء الجيش واحنا بنعيد بناء الجيش، اعطيناهم درس في حرب الاستنزاف كان بدناهم خسائر كبيره، فقول يمكن الالف قتيل وعشرات الالاف من المصابين والعتاد العسكري اللي اتدمر لهم في اكثر من معركه. تمت بتكلم على بطولات كتيره جدا يمكن سطرها الجيش المصري وسطرها قاده وجنود الجيش المصري بدمائهم وبارواحهم. اكيد. عاوزين نعرف ازاي قدر الجنود والقادة تدمير البنية التحتية والبنية الأساسية للعدو الإسرائيلي. هو حرب الاستنزاف هي كانت بداية التحول الحقيقة، لأن حرب الاستنزاف أكسبت رجالتنا الحقيقة نقول إيه كيفية مواجهة هذا العدو اللي كان برز على حقيقته بقى. يعني كان قبل كده في الحروب السابقة أوجد هالة إن ما حدش هيقدر عليهم وإن هم دول يهزموا أي حد بيحاربوه. بان فيها بقى في حرب الاستنزاف دي ازاي المقاتل المصري كان يخلي الجندي الاسرائيلي ده يهرب. يعني بمجرد ما كنت بتحطه بقى في المواقف الصعبه في المواجهه بان على حقيقته في المواجهه بقى، ودي اعطت الثقه لرجالتنا الحقيقه. وكانت دي بدايه التطعيم لحرب اكتوبر اللي هي بسميها المعركه العظيمه بتاعت 10 رمضان او 6 اكتوبر. ايوه. فاحنا نجحنا في ايه بقى؟ اللي بالمناسبه حرب الاستنزاف هم اعترفوا، عايز روازمن اللي كان قائد القوات الجويه ثم مسك وزير الدفاع ثم مسك رئيس اسرائيل اعترف قال ان حرب الاستنزاف دي
أولى الحروب التي هزمت فيها إسرائيل من مصر، واللي لجأت إلى الولايات المتحدة لإيقاف النيران في أغسطس 70 نتيجة الخسائر الكبيرة التي كانت بدأت حرب الاستنزاف. الأهم بقى معارك كثيرة جدا، عظمة المصريين على فكرة والله دي بتخلي الواحد نقول إيه، يزداد إحساسا بالثقة في النفس. دور الشعب كان إزاي؟ لأنه حضرتك أكتر من مرة بتحمل الاحترام في الفترة دي. الحقيقة التحدي كان عليه كبير جدا، وكان طبعا في أزمة اقتصادية كبيرة جدا عقب 67، وروح معنوية ما كانتش مرتفعة، لكن كل ده ما أثرش أنه هو يفضل ورا جيشه ويؤمن بيه ويساعده في الوصول للنصر. وطبعا قبائل سينا والبطولات بس اللي عملتها في نفس الوقت ايه بيدفع يقول لك امتى هتحاربه. يعني معلش انا فاكر كده في احد اللقاءات احد قاده الجيوش وهو بيمر على الجنود في الخط الاول بيسالهم ليكم مطالب ايه؟ قالوا له امتى هنحارب؟ يعني كان ده هو الهدف اللي موجود. فبقول الحقيقه بسرعه كده عشان الوقت، انا عارف وقتكم بيبقى محدود. اعاده بناء الجيش المصري، حرب الاستنزاف، الدفاع الجوي اللي كسر ايد الطيران الاسرائيلي، دي ملحمه اخرى بتاعت الدفاع الجوي. صحيح. الملحمه الاخرى بتاعت الخداع الاستراتيجي وخداع جميع اجهزه المخابرات في العالم، اللي ما حدش قدر يعرف حرب اكتوبر دي حتى امتى وازاي وفين وبايه. خلاص وخبرات لو يمكن احنا بالامس تحدثنا على الدفاع الجوي ودور الدفاع الجوي. ايوه الخداع الاستراتيجي، الخداع الاستراتيجي ده كان اعتقد هو الركيزه الاساسيه لحرب اكتوبر اللي اشتغلت عليها القوات المسلحه عشان تقدر تخدع العدو. هي احد الركائز، نقول احد الركائز المهمه اللي ساعدت في نجاح الملحمه بتاعت 6 اكتوبر. هي يعني بقول الخداع الاستراتيجي يمكن لاول مره يبقى فيه منظومه متكامله فيها البعد السياسي والدبلوماسي والعسكري والاجتماعي والشعبي كمان في نفس الوقت، بحيث هناك منظومة بتدار بشكل فيه نوع من الإيحاء دائما إلى الطرف الآخر بأن مصر غير قادرة على أنها تقوم بما قامت به في أكتوبر 73. وكان يمكن من أحد معالم هذا الخداع الاستراتيجي شخصية الرئيس السادات رحمة الله عليه، وكان التوجه اللي كان التملي بيديه للأطراف الأخرى أنه لن يتخذ قرار الحرب وليس لديه المقدرة على اتخاذ قرار الحرب، وانه كانوا هم عندهم كده نوع من التقييم الغير سليم انه مش هياخد قرار للحرب. فكان ده برضو احد معالم الخداع الاستراتيجي فيه، لدرجه ان يمكن صرحوا قال لك كان ابرز معالم الخداع الاستراتيجي هو شخصيه الرئيس السادات. فكان الخداع الاستراتيجي الحقيقه في البعد السياسي والبعد العسكري منظومة بتتم على كل المستويات. والحقيقة أعتقد أن يمكن نتذكر التملي من لهم فضل، الحقيقة كان الدكتور حاتم الحقيقة كان له دور كبير في هذه المنظومة. ثم كانت بقى العظمة كلها الحقيقة في، أنا بعتبرها بسميها معركة التاج أو أيقونة المعارك كلها، اللي هي بتاعت 10 رمضان وعملية اقتحام بقى خط برليف وتدمير قوات العدو والسعاد الثاني لحظة الصفر. ويمكن بطبيعة مسؤوليتي في ذلك الوقت الحقيقة يمكن كنت برتبة المقدم لأركان حرب، ولكن كنت متحمل مسؤولية الحقيقة بعتبرها مسؤولية كبيرة، وكنت يعني في محطوط عليا نوع من الالتزام الكبير قوي فيما يتعلق بالحصول على المعلومات عن أوضاع العدو في سيناء، لأن كنت مسؤول عن مجموعات الإصلاح خلف خطوط العدو على مستوى القوات المسلحة. إزاي بقى يعني نفسي كده نتذكر سويا يعني طبعا يا فندم، لأن المعلومة ليها قيمة في الوقت ده جدا. طبعا أصل بدون المعلومات مش هتاخد قرار سليم. يعني بقول رجالتنا الشباب زي كده عظام قاموا بدور عظيم جدا. يعني إحنا معلومة برضو لحضراتكم وللسادة المشاهدين، الأطراف اللي بناخد منها السلاح يدوك الدبابة، يديك الطيارة، يديك المدفع، إنما أقول له بقى اديني الإمكانيات الفنية اللي تخليني أشوف العدو وأحصل على معلومات على العدو ما يديكش. طب مين العظيم اللي عندنا السلاح العظيم الذي نستخدمه دائما وينجح دائما في تحقيق الأهداف؟ الإنسان المصري. قلنا طب أنتم مش عايزين تدونا الرادارات، مش عايزين تدونا الطيارات للاستطلاع، مش عاوزين مش عاوزين مش عاوزين،
احنا عندنا رادارات بشريه، رادارات بشريه زي ما حضرتك قلت كده، اللي قال عليها موشا ديان. موشا ديان قال لك المصريين كنا عارفين ان ما عندهمش امكانيات يحصلوا على المعلومات وكانوا مطمنين عشان كده، عندهم المقاتل المصري، عندهم العقيده الانسان المصري. اه صحيح. ده اقوى جندي موجود على الارض. عظمه مصر في هذا الانسان المصري. صحيح. ليه؟ هذا الانسان المصري يتسم بانه لديه من الطاقات الكامنه الكثير، ولكن كيف تستطيع انك انت تخرج توظيفها بقى؟ اه ازاي تخرج هذه الطاقات الكامله؟ لما بتخرجها بيجد لك انجاز غير طبيعي وغير عادي. خلاص قول لي بقى ازاي انت كده رجالتنا دول الشباب اللي دخلوا في كل انحاء سيناء بيتابعوا كل انشطه العدو شمالا وجنوبا وشرقا، لدرجه نقول ايه كان كتاب مفتوح، يعني كل انشطه العدو كانت كتاب مفتوح قدام القياده عندنا. ازاي كانوا بيعيشوا؟ ازاي يقدروا ينفذوا مهامهم دي في وسط يا سياده اللواء بطولات اهالي سيناء؟ يعني اذا كان حضرتك كنت مسؤول عن الاستطلاع والمعلومه اللي بتقدم بالشكل السليم للجيش المصري، فقبائل سيناء وشمال سيناء تحديدا يعني سينة كان ليهم الدور الكبير قوي، كان ليهم دور عظيم اللي شكل النجاح اللي احنا فيه النهارده. لا هو كان نقول ايه عشان يبقى المعلومه اكثر دقه، يعني ان كان بيبقى ليهم دور مساعد معانا في الكثير من المهام، وكانوا بيساعدونا في تحقيق الكثير من هذه المهام بدرجه نجاح عاليه الحقيقه، لان هم اكثر درايه ب طبعا البيئه اللي بيتم فيها العمل في داخل سيناء. وفي نفس الوقت قولي لي بقى الناس اللي كانوا بيعملوا خلف خطوط العدو دول قعدوا فترة قد ايه؟ احنا كان التصور كده ان العمليات العسكرية دي هتقعد في حدود العشر ايام، في مجموعات قعدت ست اشهر. نفسي حد يسألني يقول لي طب دول كانوا بياكلوا ازاي؟ بيشربوا ازاي؟ عايشين ازاي؟ صحيح الامداد كان بيروح لهم ازاي؟ ما انا بقول الامداد بيروح لهم ازاي؟ وازاي محدش يبقى عارف هما فين؟ وازاي يقدروا يشتغلوا ويبلغونا كل الرسائل عن كل انشطه العدو دون ما يتم العدو اكتشافهم؟ اللي بيشتغل 24 ساعه عايز يحدد دول موجودين فين؟ لان عارف ان دول العيون اللي من خلالهم بتوصل المعلومات. فكان الحقيقه نقول ايه منظومه عمل كانت بتتم بواسطه هؤلاء الرجال الحقيقه، وكان اهالي سيناء الحقيقه ليهم دور كبير في عمليه توفير الاعاشه بقى. يعني توفير الاعاشه للناس بتوعنا قاموا بدور عظيم في هذا المجال الحقيقه. فهي هذه الملحمه الحقيقه مهما قلنا، رغم ان بقول ان المعركه العسكريه بتاعت معركه بسميها معركه رمضان، 10 رمضان او 6 اكتوبر، شوفوا تحرير الارض قعدنا 22 سنه عشان نحرر الارض عشان نستعيد شرف الكرامه المصريه. كنا في رمضان وانا عارف ان ليك بعد عسكري شرف العسكريه المصريه عشان نرجعها، ورجعناه في كام يوم. انتماء شرف. اه طبعا رجعناه في كام يوم بقى؟ في 22 يوم. يبقى استعاده الارض عشان نستعيد الارض مره ثانيه قعدنا 22 سنه، عشان نستعيد شرف العسكريه المصريه قعدنا 22 يوم. يوم من يوم 6 اكتوبر ليوم 28 اكتوبر لما تم ايقاف النيران. ومعركه استمرت ست ساعات في العاشر من رمضان تحديدا، ويمكن بنتكلم اثناء صيام عدد كبير من الجنود اللي كانوا موجودين. سمينا معركه رمضان بالظبط يعني. فدي برضو جزئيه كبيره لازم ان احنا نشير ليها، لان يمكن كان الحافز والوقود في المعركه دي عبارات بسم الله الله اكبر، وزي ما شفنا يمكن كتير من الجنود بمجرد ما عبروا خط بارليف ابتدوا اللي هم يكتبوا بدمائهم الله اكبر على الاعلام. ازاي كل ده كان بيأثر على نفسيه يعني الجنود بعضهم البعض لاستكمال واستكمال الحرب اللي استمرت لمده ست ساعات؟ لا مش ست ساعات بس، يعني بتكلم بس العبور ده، دي عمليه بدايات العبور. صحيح. لان العبور استمر لعده ايام. ما دي قلت لحضرتك، انا بتذكر ان احد قاده الجيوش كان بيسال الجنود قبل الحرب بيقول لهم ايه مطالبكم؟ ظروفكم ايه؟ قالوا له امتى هنحارب؟ يعني هي دي حته الجزء الشحن المعنوي دي اللي بينت عظمه الانسان المصري. يعني مين يقول ان في جميع الاعراف العسكريه
أن الفرد يقاتل دبابة، أن الفرد يقاتل طيارة. صحيح. معركة يعني بكل المقاييس الحربية خسرانة. دي مش موجودة في الحسابات. صحيح. يعني في الحسابات العسكرية أنت تقول الدبابة تقاتلها دبابة، الطيارة تقاتلها طيارة. وأخبر حضرتك أنت كيف استطعت بالذكاء المصري وبالشحن المعنوي بقى والطاقات الكاملة داخل، زي الجندي ده كان يخش على الدبابة يخش بالقنبلة المضادة للدبابة دي وينسف الدبابة دي أو يضربها بالقاذف على مسافة 50 متر من الدبابة. يعني دي اللي خلت الإسرائيليين نفسهم بقوا مستعجبين، قال لك إزاي أفراد بيقتلوا دبابات. صحيح. فده نقول إيه، كانت حرب نفسية لحد كبير جدا للعدو، بس ما أثرتش عندنا، ودي ميزة الحقيقة. يعني إيه، كانوا هم محترفين في حكاية الحرب النفسية، يعني هم يجيدوا هذه العملية بشكل كبير الحقيقة. لكن الإحساس كنت بقول إيه، ان الكل حس ان احنا 67 دي اتظلمنا، وان 67 دي ما عطتش الظروف، لم نقاتل، ما عطتش الظروف الحقيقيه ان ايه كيف نقاتل. لان طبعا بمجرد ما نجحوا في اخراج الطيران خارج المعركه بقت ليهم القدره انهم يقدروا يتصرفوا باريحيه اكبر كتير جدا. فبقول الجندي المصري ده، انا بقول لك كانسان عشت 40 سنه في القوات المسلحه، عايزين تشوفوا عظمه مصر هات الجندي المصري. عايز تشوف لغايه النهارده عظمه الانسان المصري ده، هاتي اي شاب قبل ما يخش الجيش. صحيح. ب 10 ايام وروح زوريه تاني بعد 10 ايام لما بيخش الجيش. شوف الطاقات الكامنه اللي هي بسميها البذره الطيبه، البذره الطيبه بتاعت الانسان المصري، بمجرد ان حضرتك بتديله الاحساس بدوره واهميته والرساله اللي بيقوم بيها، بيديلك اداء بلا حدود. يعني بتذكر على سبيل المثال جندي من الجنود اللي كانوا اشتغلوا معانا اثناء 67 وبعد 67. تخيل ان اثناء عمليه الانسحاب الطيران الاسرائيلي ضرب العربيه المدرعه اللي كانوا راجعين فيها بتوع الاستطلاع بتوعهم. العربيه وقفت فين؟ في الحسنه. الحسنه دي فين؟ في وسط سينا، قلب سينا تقريبا، يعني بينها وبين الاسماعيليه حوالي اكثر من 100 كيلو. تخيلوا حضراتكم ان ما رضيش يسيب المدفع ار بي جي، المكنه، لا المكنه الثقيل على العربيه المدرعه ده، ما رضيش يسيب العربيه، خلاص اتحرقت بس المدفع سليم. فتخيل جاي يشيل المدفع ده، هو والسواق الاثنين شايلين المدفع ده من الحسنه لغايه الاسماعيليه علشان ما يسيبش سلاحه لوحده، محدش قال له. طب دي تديك الاحساس بايه؟ ما هو جزء من الشرف بالنسبه لي. الشرف. لكن سيادة اللواء، يعني 50 سنة على حرب اكتوبر ولسه بنتكلم عليها بنفس الحماسه وبنفس الشغف، ومش احنا بس الحقيقه، هي بتدرس عسكريا في لا دي غيرت دول، لا 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 في دول كتير جدا، دي غيرت المفاهيم الاستراتيجيه كلها. معلش مع احترام، هو دلوقتي احنا ندي مثل صغير، بعد اسف لمقاطعتك، يعني ندي مثل صغير، هو اللي بيتم في اوكرانيا دلوقتي ده ايه؟ ده انا اللي بيتم في اوكرانيا ده اللي بسميه، يمكن اطلقت عليه روسيا بتحارب روسيا، لان اوكرانيا دي كانت ايه؟ جزء من روسيا. شو واخد بال حضرتك؟ حرب اكتوبر 73، الدرس اللي خدوه في اسرائيل وخدوه في المنظومه الغربيه بصفه عامه، هو تحويل استراتيجيه الهدم من الخارج. صحيح. بالقوه العسكريه الى استراتيجيه الهدم من الداخل بالهدم الداخلي او بالوكاله. صحيح. يعني غيرت يا هبه الاستراتيجيات اللي كانت موجوده نتيجه حرب اكتوبر 73. ومش بس كده يا سياده اللواء، كمان يمكن حرب اكتوبر لما شفنا استخدام القوى الصلبه وايضا استخدام الدبلوماسيه، هي اللي خرجت لنا القوى الذكيه اللي احنا بنشوفها النهارده كمفاهيم جديده بتظهر مؤخرا وبتدرس عسكريا. اعتقد البدايه الحقيقيه ليها كانت في حرب اكتوبر، لان حرب اكتوبر كل يوم بتقدم درس جديد وعظه لاي حد بتسول له نفسه ان المصريين قوه يمكن ان يستهان بها. اشكرك لهذه الملحوظه الحقيقه. ليه؟
لأن ملحمة أكتوبر لم تقتصر فقط على المعركة العسكرية ببناء الجيش والدفاع الجوي والاستنزاف والمعركة الخداع واقتحام خط بارليف وتدمير قوات العدو. لا، ده المعركة دي استمرت، أو الملحمة دي استمرت تاني 9 سنين ثم 7 سنين. 9 سنين والسبع سنين برز فيها بقى النقطة اللي حضرتك بتقولها دي. والحقيقة يمكن كنت بالصدفة كده بشاهد امبارح في أحد اللقاءات أنا من القناة الوثائقية عن ملحمة طابة. يعني ده نموذج من النماذج، معركة الدبلوماسية الدبلوماسية المصرية. وبس ده أنا هقول لحضرتك حاجة، يعني معلومة يمكن كنت ما أعرفهاش، إن أحد اللي كان وزير الدفاع أيام الملك فاروق لما عرف إن مصر داخلة في مشكلة طابة دي، قال لهم أنا كنت في طابة دي في التوقيت الفلاني وخلافه، ممكن تشاركوني معاكم. يعني واحد خرج خارج التاريخ، لكن مجرد شعوره إن بلده محتاجة خطر. شارك. وكذلك الأساتذة والحقوقيين والتاريخيين وخلافه. فبقول هي منظومة، عشان كده بسميها ملحمة. عشان كده يا سيادة اللواء، يعني لنا أن نفخر أننا مصريين وأننا نعيش على تراب هذا الوطن الذي نفديه دائما بأرواحنا. بنشكر حضرتك سيادة اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأزرق. شكرا جزيلا. بشكر كل هذا اللقاء طيب، وكل سنة وطيبين، مصر بخير دائما يا رب. يا رب اللهم أمين، ربنا يحفظ مصر.